السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في هذا الفيديو، أيضا في قناة البطل. قناة البطل لا تولي تشوفوا فيها بزاف الفيديوهات المتعلقة بكرة القدم. من هذا الفيديو كنقول مرحبا لمشجعي العين الإماراتي وأيضا فريق الرجاء الرياضي. فهذا الفيديو غيكون متعلق باللاعب سفيان رحيمي. فكما كتعرفوا التوقف الدولي غيكون بعد مباريات البطولة، ويكون فيه تصفيات كأس العالم. فسفيان رحيم من اللاعبين اللي استدعاهم المدرب وحيد خليل زيتش المعسكر التدريبي، وأيضا اللي غادي يكون فيه تصفيات كأس العالم غتكون مبارتين. فسفيان رحيمي من بعد ما جاء أعلن على الخطوبة ديالو من فتاة اسمها وداد، فهي فتاة مغربية ابنة مدينة كازا. فسفيان رحيمي كان حط تصويرة انستغرام لان فيها الخطوبة ديالو مع هاد الفتاة اللي اسمها كما قلنا وداد. فغلي لكم التصويرة اللي حط سفيان رحيمي في انستغرام. ومن هذا المنبر وايضا من هذا الفيديو كنبغيو نقدمو للاعب سفيان رحيمي، لاعب العين الاماراتي وايضا لاعب المنتخب المغربي ولاعب فريق الرجاء الرياضي سابقا، نقدمو لجميع التهاني ان شاء الله يدومها لهم وجميع المغاربه فرحانين ليه، سواء الرجويين او سواء الاماراتيين مشجعي فريق العين الاماراتي. فنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا، بيس ليكم.